جدا. ده انسان شفاف وابيض. يعني ايه الاتهامات اللي ضده؟ يا سيدي فاضل ده كل اللي حصل، هو بيشتغل في السياحة، جات له شغلانة بمرتب أزيد، إن هو يأسس مكتبه ومؤسسة وشركة، راح قبل بعتوا له فلوس على البنك حوالي 30 اديله 30 ألف أسس بيهم البنك معلش عفوا أسس بيهم الشركة، وبعدين وهو لسه بيأسس راحوا قافلين له المقابلين. الاسم واسم حضرتك اسمك ايه؟ محمد احمد فؤاد شفيق. ولد ابن حضرتك اسمه اسلام. اسلام؟ اه صحفي؟ لا 41.